ومناعة من التجمع متهومين بالفساد، حيث شفنا شكون يدخل لنا للبيت نتاعنا وقت اللي عندك التلفزيون تعتبر لي دخل البيت ويغزر لك وتغزر له ويقول ما لقينا كان الفساد والخراب. وقت اللي احنا نعرفوا شنو اللي عملناه للبلاد هذيا، والحمد لله لا محاله اعترفوا، سواء كان رئيس الجمهوريه اللي قال انا مدين لبورقيبه بمجله الاحوال بالاستقلال، بمجله الاحوال الشخصيه وبالتربيه بالتعليم، لولا بورقيبه ما كنتش نكون طبيب ورئيس جمهوريه. انا قلت إلاس بالفرنسويه كيف قال رئيس جمهوريه. ورئيس اكبر حزب، الحزب الحاكم، اعترف قال رغم الاخطاء نتاعهم تساترة بناء الدولة. حيث بعد التامل، وقف التامل، وبعد ما نظرنا في هذا، وبعد بالخصوص ما القضاء انصفنا وقال وان ولا واحد منا خد دينار حطه في جيبه، وتوجه ليمين امين مال التجمع اللي هو ما عندوش رقابه خاصه مش كيما المؤسسات الدوليه، وقال له الحسابات نتاعك مضبوطه احسن من بعض شركات عموميه. حيث مساله الفساد سقطت، تبقى الخراب يقين، وانهم اللي غابوا على تونس ما بقاوش ينجموا يتجولوا فيها في اي مدينه كانت. السدود والاعمار والسدود والجامعات وجميع ما مش لازم تحكي لكم هذا، انتم عايشين في تونس وتعرفوا شنو اللي صار فيها وكيفاش تقدم. حيث بعد ما تأملنا وبعد ما داخليا قمنا بالنقد الذاتي نتاعنا ورجعنا انفسنا وشوفوا الاخطاء ونظرنا في الاخطاء اللي جعلتنا نغادر الحكم في ظروف أليمه لا محاله، ولكن قلنا نجم ندارك هذا كل حكايه ونبعث الحزب على اساس تجديد الحزب الدستوري وعلى الاعتماد على الشباب، والشباب هو اللي 14 جانفي كان موجود في ساحة بورقيبة في شارع بورقيبة، وما كانش زعيم وما كانش إنسان تقدم برنامج ولا حد برزق شباب، ومن أجل الشباب صار هذا، وإحنا نبعث الحزب هذايا وباش نبحثوه للشباب. بعثنا الحزب المكتب السياسي نتاعو، المكتب السياسي نتاعو فيه 20 فرد، معدل الأعمار 40 عام. وتو باش نقرا لكم من بعد، باش نعطيكم القائمات الانتخابيه. تأطير الشباب هذايا متكلفين 5 افراد، 3 وزراء، 6 افراد، 2 ولاد وسفير، وانا بقيه الاخوان اللي خدمنا معاهم الكثير في كل المجالات واللي اتصلوا بيا وكلمتهم وقعدت معاهم، كلهم مساندين، كلهم يقولوا معك ونرجعوا حزبنا وظلمونا الى اخره، ولكن قله اللي حبوا يلتزموا ويدخلوا معنا، وربما عندهم ناس يقولوا عائليه وناس يقولوا ثم مقدمين بهم قضايا وهميه لا محاله، ولكن ما هي الا قضايا. على كل هل حارتين وكعبه، من بقى حارتين وكعبه ما ثماش حارتين كعبه، هما اللي اسوا الحزب هذايا اللي اليوم مشارك بصفه فعليه في الانتخابات. لأن الهدف نتاعنا أولا نبعث الشعب الحزب هذايا ونشبه كل شاب، وزعيم بورقيبة رحمه الله كان دائما يقول توجور نيو، لأن هو وقت اللي بعث حزبه سموه نيو جديد، معناها توجور نيو دائما يتجدد. والهدف الثاني لو نرجعوا له هو المساهمة في الانتخابات هذه، باش أولا مر حتى الشباب نتاعنا على الانتخابات القادمه بالنسبه للبلديه وبالنسبه للمجالس الجهويه. معنى هذا وان القائمه باعتبار الصيغه نتاعها والقانون الانتخابي وقانون القانون الانتخابات، القائمات اللي هي قائمه بالنسبيه ما يتعداو كان 2-3 على ما يبدو، بحيث الاخرين مع الشباب ما لقيناش صعوبات باش نكون القائمات هذه، لانهم ماهوش مستعجلين وانهم فاهمين اللي باش يترشحوا وباش يتكونوا باش يدربوا باش يخطبوا باش يقابلوا الجمهور ويقويوا الحزب نتاعهم، وامامهم انتخابات بلديه وانتخابات جهويه.